كوكب الأرض، كوكب مليء بأشكال الحياة، عاشت وتعيش عليه ملايين المخلوقات، فأي مخلوق هو الأكثر فتكا على كوكب الأرض؟ أكثر مخلوق وحشي على كوكب الأرض، كائن يخوض أشرس الحروب في التاريخ ضد كوكبنا، لم يترك جزءا من هذا الكوكب إلا أثر عليه بقوته، برا وبحرا وجوا، يتفنن في محاولاته للقضاء على كوكبنا، فاقت قدراته كل كائن آخر. أكثر مخلوق وحشي على كوكب الأرض إنه الإنسان، فبقدر ذكائه الخارق القادر على تكييف الطبيعة مع احتياجاته، بقدر غبائه الخارق أيضا، فأي مخلوق يقضي بسلوكه على مكان عيشه بيديه كما يفعل الإنسان؟ نتحدث دائما عن تطور الجنس البشري وما حققه من تقدم في كل مناحي الحياة، ولكن لأي ثمن؟ يفقد كوكبنا ما يقارب 10 ملايين هكتار من الغابات سنويا، تتعدد أسبابها بين الفلاحة والرعي وانتشار الحرائق وتلويث التربة، أسباب متعددة، ولكن يحركها عنصر وحيد، جشع الإنسان. يقضي الإنسان بجشعه على مساحات مهولة من الغابات، تلك الرئة التي يتنفس بها كوكب الأرض، كوكبنا. فقدت الغابات عددا كبيرا جدا من الحيوانات المنقرضة بسبب صيدها المفرط من قبل الإنسان. ترتفع حرارة الأرض بدرجات مخيفة جدا وبشكل متسارع عبر الزمن، مما يفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث ساهم تطور النشاط الصناعي بشكل مباشر في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الجو، والمتمثلة أساسا في الأكاسيد الكربونية والأكاسيد النيتروجينية المعروفة بغازات الاحتباس الحراري، مما فاقم حدة الكوارث الطبيعية، فانتشرت الفيضانات والحرائق والجفاف، وزادت حدة التلوث إلى أن وصلت أهم عنصر على كوكبي، الماء. أنهار تلوث، بحار أصبحت مكبا للنفايات، ومياه باطن الأرض تستنزف بشراهة. عمر كوكبنا يقارب 4.54 مليار سنة. استطاع الإنسان منذ حدوث الثورة الصناعية خلال القرن 18 أن يدمر كوكبا يفوق عمره 4 مليارات من السنين. أليس هذا أكثر مخلوق وحشي مر في تاريخ هذا الكوكب الجميل؟